عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله في مطبخ منى هنعمل حلوه سريعه وبسيطه جدا واقتصاديه، وهي الكاستر بالجيلي. اتمنى ان انتم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. الكاستر بالجيلي بتاعنا حاطين في حله كوبايتين من اللبن ان هما يسخنوا، كوبايتين اللبن لكل كوبايه، معلقتين سكر كبار وعلى حسب التذوق بتاعكم. هنا 4 معالق سكر هنحطهم على اللبن، ونقلب لغايه لما السكر يدوب، وهنستنى لغايه لما اللبن يبقى سخن شويه، وبعد كده نكمل بقيه الخطوات. بقى سخن معانا شويه، جبت نص كوبايه ميه وحطيت فيها بودره الكاستر، حطيت للنص للكوبايتين اللبن معلقتين كبار من الكاستر ودوبتهم. الميه دي ميه بارده يا جماعه، نص كوبايه، ونحطها على اللبن. طبعا احنا السكر بتاع الكاستر على حسب التذوق، بس احنا لان احنا هنحط جيلي بالفراوله والجيلي فيه سكر، فما ينفعش نزود السكر في الكاستر قوي. هنفضل نقلب كده لغايه لما ياخد القوام المتماسك اللي احنا عايزينه كده، زي ما حضراتكم شايفين، لغايه لما ياخد القوام السميك كده. وبعد كده نبدا ان احنا نصبه في الاطباق بتاعته. حطينا الكاستر في البولات زي ما حضراتكم شايفين كده. نبدا دلوقتي ان احنا نعمل الجيلي. ده مج ميه سخنه، ومعانا هنا علبة جيلي بالفراولة. اكتر حاجة بتبقى لايقة مع الكاستر اللي هو جيلي الفراولة. هنفضي الظرف الجيلي ونقلبه بسرعة لغاية لما يدوب. خلاص كده الجيلي داب معانا. هنزود دلوقتي كوباية مية عادية ونقلبهم ان هما يندمجوا مع بعض. في عندنا دلوقتي اختيارين، لو عايزين الكاستر يبقى طبقه والجيلي طبقه فوقه، بتستنوا لغايه لما الكاستر يبرد خالص خالص وبعدين تحطوا فوق الجيلي، لكن انا بحب يكون في اختلاط كده بين الاصفر والاحمر، فهو والكاستر دافي. هنبدا نحط دلوقتي عليه الجيلي. الكاستر بالجيلي بتاعنا جاهز ان احنا نقدمه. طبعا بنسيبه لغايه لما يبرد، وبعد كده بندخله الثلاجه يقعد اقل حاجه خالص 4 ساعات عشان الجيلي يتماسك. انا بحب يكون بالشكل ده اللي هو العشوائي، الطبقه الصفراء على الطبقه الحمراء بالمنظر ده. طبعا لو حابين ان هو يكون طبقه حمراء وطبقه صفراء كل طبقه لوحدها، بتستنوا لغايه لما طبقه الكاستر تبرد خالص خالص، وبعد كده بتحطوا عليها الجيلي كده، بتعملوا طبقتين. لكن لو عايزين عشوائي بالشكل ده ما بتستنوش لغايه اما الكاستر يبرد، بتحط عليه الجيلي على طول. اتمنى تكون الوصفه سهله وجميله، ديت حلوه على السريع كده. يا رب تكون عجبتكم، واذا عجبتكم الوصفه يا ريت ان انتوا تشتركوا على القناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي، وتنسوا اللايك لايك لايك وشير وتعليقاتكم الحلوه. بالف هنا وعلا.